هذا البلد اللي تعرض لبعض الاعتداءات أثناء تأديتها عمله بعد مباراة المصري والزمالك. كرولوس، أهلا بيك. أهلا بيك كابتن هاني، إزي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كويس؟ تمام الحمد لله بخير. عايز أعرف منك إيه اللي حصل بعد المباراة بشكل كامل ممكن تشرحه للسادة المشاهدين. تمام، أنا هقول لحضرتك بعد مباراة المصري ونادي الزمالك، أنا كنت طول الماتش بغطي الشوط من ناحية دكة بدلاء نادي الزمالك الكورنر اليمين، فأنا أصلا ما قربتش من دكة بدلاء النادي المصري طول الشوط، يعني عشان ما حدش يقول بس إن أنا ممكن أبقى طول الماتش بصور فيهم أو برسل لهم حاجات غلط. تمام، دي في البدايه. تاني حاجه، بعد ما الماتش خلص حصل اللي هو مشادات بين اللعيبه، فانا كنت قاعد في الكورنر البعيد، فان انا اضطريت ان انا اروح قريب شويه من المشادات، فرحت فلقيت المشادات بقى ابتدت واللعيبه وشد وجذب بينهم كبير، فان انا بدوري ان انا بوثق حدث، انا شغال ان انا اوثق حدث، فكل اللي انا عملته ان انا بوثق الحدث. فجي لعيب من النادي المصري اسمه كابتن عمر كمال، انا ما كنتش اعرفه بس ناس زمايلي هم قالوا لي اسمه. ايوه. كل اللي عمله ايه، هو بيقول لي انت بتصور ايه، امسح اللي انت بتصوره. راح انا قفلت اللوك بتاع الموبايل، قلت له حاضر اوكي تمام، انا همسح لك كل حاجه انت عايزها. فراح هو بيشد الموبايل من ايدي جامد، فانا قلت له بص بالراحه وما تاخدش الموبايل وانا همسح لك اللي انت عايزه بس ما تاخدش الموبايل. ايوه. ففضل بقى في شد بيني وبينه لحد ما ايه، هو خد الموبايل مني، يعني لما جه كذا لعيب حواليا. فجي مين حضر الواقعة؟ كابتن علي ماهر. ففي ايه؟ قلت له يا كابتن ما ينفعش ياخد مني الموبايل. فدخل كذا زميل ليا من مصر اليوم واليوم السابع ويلا كوره، فيعني بيفهمه كابتن علي ان الراجل ده بيشوف شغله وان ما ينفعش الموبايل يتشد منه بالطريقه دي، وان هو نازل من بيته وجاي الملعب عشان يصور، هو مش جاي عشان حاجه تاني. فراح كابتن علي تفاهم الموقف وراح جاب لي الموبايل تاني. قال لي خد امسح الحاجه. فاللقطه بقى اللي جت قدام الناس كلها اللي هو انا بمسك الموبايل ولسه هفتح يعني هوريهم انا بمسح ايه. كلام بقى لعيب المصري والجهاز الاداري كله، انت شخص مش جدع، انت شخص مش عارف ايه، انت كلام يعني مش هينفع اقوله لحضرتك على الهوا كده. في شتيمه يعني؟ نعم، في شتيمه؟ مش شتيمه، بس اللي هو شخص يعني بيقل بني، يعني اللي هو كلام اللي انت شخص مش جدع، انت شخص مش محترم، احنا ادينا لك الموبايل عشان تمسح الحاجه. انا بقول لهم يا جماعه حاضر، انا والله العظيم همسح لكم الحاجه كلها. في اللحظه دي كان فرقه المصري كلها بالجهاز الاداري حواليا وانا في النص، يعني دي كاميرات التلفزيون وضحتها. مره واحده كده، يعني انا والله ما اعرف مين اللي شد مني التليفون، انا مره واحده التليفون اتنفش من ايدي من شخص وجري بيه على يعني اوضه نفق غرف الملابس. في لحظه مين ما اعرفش. كابتن علي ماهر اتدخل، حاضر ما تقلقش حقك عليا، انا هجيب لك الموبايل، ما خلاص ما فيش مشكله. فكل اللعيبه دخلت النفق، فانا دخلت فقابلت قوات الامن اللي واقفه، بقول له لو سمحت انا داخل جوه غرفه الملابس بتاعت نادي المصري عشان واخدين موبايل. فكان الدنيا مشدوده فزعق معايا وقال لي لو سمحت تجري اتحرك بعيد عند اول النفق. فانا واقف عند اول النفق. اللقطه بقى الكاميرات التلفزيون ما لقطتهاش، ما حدش خد باله منها، اللي هو بقى فعلا لعيبه المصري كانت هتتهجم عليا في النفق هم وخارجين يركبوا الباص. بسبب يعني حضرتك ما فيهوش اي مشكله. اللي حصل ان هم وخارجين خلاص انا مستني في النفق ان اللعيبه تجيب لي الموبايل، فواقف معايا زمايلي المصري اليوم واليوم السابع ومصور نادي الزمالك واقفين معايا بقى، يعني ان هو عشان يشوفوا الموضوع يخلص ازاي. فجاء زميلي من مصر اليوم واللعيبه خارجه بيقول لي مين يا كرولوس اللي خد منك الموبايل من اللعيبه اللي جايه؟ فانا تلقائي كده من غير اي تفكير قلت له والله ما اعرف ولا واحد فيهم. الرد في اي مشكله؟ لا. لقيت مره واحده لعيبه نادي المصري دي كلها هجوم عليا كان انا كنت طرف في الماتش. ايه نوع الهجوم؟ مش عايزينك تعرفنا، احنا ممكن نيجي نعمل في وشك كذا، احنا مش عارف ايه. راح زمايلي المصورين لما لقوا لعيبه المصري جايه تزعق وجايه جري عليا، هم خدوها ان هي تقليل منهم، انا ما اعرفهمش يعني هم مين، بس انت اصلا ما تعرفهمش بجد يعني. انا والله تمام. والله ما اعرف ولا لعيب من النادي المصري، انا بغطي ماتشات فانا ما اعرفش ولا لعيب من النادي المصري. هو بيسالني بيقول لي انا لعيب، فانا ما قلت له انا ما اعرفش ولا واحد. فالمهم زمايلي المصورين خدوني في وسط دايره وسطهم، واللي هو بيبعدوا عني الامن باي لعيبه نادي الزمالك باي طريقه، النادي المصري قصدي، عشان خاطر ما حدش يحاول يقرب لي. وبيقولوا لهم يا كباتن هو ما عندكوش حاجه غلط، هو الراجل بيرد على سؤال زميله وانت ما لكش دعوه بيه. ويقول له لا احنا هنعمل معاه كذا، احنا هنعمل معاه كذا، احنا مش عارف هنخلي نعمل في وشه ايه. فانا كل ده في وسط الزمايل المصورين لحد ما الصوت عالي بقى من المصورين ولاعيبي النادي المصري. فالامن بتاع الاستاد تدخل جه جري علينا فحشهم، يعني عمل عليا دايره كمان وبعد عني لعيبه النادي المصري.
طالع حد من افراد الامن بيقول لي ما هو انت تستاهل، انت شتمتهم. هما بيقولوا ان انت شتمتهم. قلت له انا والله العظيم ما شتمت حد، وانا طول الحدث انا متعامل معاهم باحترام. قال لي ده هما بيقولوا ان انت شتمتهم. انت خدت موبايلك في الاخر يا كرولوس؟ في الاخر خالص بقى لما اللي هما جيهم بقى في النفق وعايزين ياخدوني، فزميل ليا فلقى عماد فتحي. عماد فتحي بيقول له احنا خدني على جنب، بيقول لي اهدى وعايزين نحل الموضوع. قلت له يا كابتن انا اهدى، طب انا اتعصبت ولا عملت اي حاجه؟ قال لي ايه؟ قال لي خلاص طب اهدى ومش اهدى. فمصور نادي الزمالك قال له طب انا هاجي معاك للباص ناخد منه الموبايل من اللعيب. قال له طب تعالى معايا. فمصور نادي الزمالك قال لي الباسورد بتاع الموبايل ايه؟ قلت له الباسورد كذا كذا كذا. قال لي اوكي تمام. راح الباص، طبعا بقى فتح لهم الباسورد، مسحوا بقى. بص يعني هم المفروض ان كان مضايقهم هي لقطه واحده بتاعت المشاده. ممكن تشرح لي بقى المشاده كانت عباره عن ايه، بما انهم رفضوا ان هو يوروها للناس، فتحكيها لنا انت فنحكيها للناس. بص هقول لحضرتك على حاجه، انا المشاده اللي انا صورتها والله العظيم المشاده بتاعت اللي على الموبايل اللي لعيبه نادي المصري مسحتها، اللي هي كاميرات التلفزيون زيها لايف على الهواء. انا ما صورتش حاجه في النفق حصلت. يعني بين حاجه بين يعني حاجه اللي هي مش ممنوع تتعرض، هي اللي كل اللي حصل ان امام عاشور داخل الاوضه النفق جاري، واحمد مسعود عمال يزعق معاه وبيقول للجمهور حقنا عنده حقنا هنا حقنا عنده حقنا هنا. والجمهور طبعا فوق عمال يشتم والفاظ. ده اللي انا صورته، اللي هي الكاميرات طبيعي جايه. ودي الحاجات اللي هم شالوها مسحوها، دي الحاجات هم مسحوا بقى. يعني انا كان لو اكتفى باللقطه اللي هي عملت له مشكله اوكي تمام، لكن هو ده مسح كل شغل الماتش كله يوم 1/10 كله مسحه من على الموبايل. شغل وحاجات. ما تعرفش مين اللي عمل كده؟ الصراحه يعني ما اعرفش. ولا خد هو حد خد الموبايل، وعماد فتحي هو اللي خد الموبايل واداه للناس؟ لا عماد فتحي لا، اللي خد الموبايل مني وافتعل الازمه دي كلها هو لاعب اسمه عمر كمال. عمر كمال. طيب طيب ماشي. خدت موبايلك وانتهت القصه على كده بعد ما مسحوا كل شغلك؟ مسحوا كل شغلي ماتيريال الماتش كله من اول التسخين لحد لما المشكله حصلت. تمام. في اي حاجه تحب تقولها تاني يا كرولوس؟ انا يعني حابب ان انا اشكر حضرتك ان حضرتك اللي اتكلمت في الموضوع ده، لان مفيش حد اصلا فكر ان في حد حصل له حاجه زي كده. ويعني المفروض ان احنا كمصورين صحفيين احنا دور في المنظومه. ويعني اللي حصل اصلا يعني المفروض ان كانت الدنيا يعني يحصل عليها، مش يعني الدنيا تقوم شويه ان ازاي اصلا يحصل حاجه زي كده. ما بعد كده انا هاجي اصور اي لعيب وهو متعصب هياخد مني الكاميرا، مش عارف اجيبها منه غير لما يمسح اللقطه بتاعته وهو متعصب. تمام. بشكرك يا كرولوس، ويعني بقول لك كمل على شغلك زي ما انت، وصور كل ما يمكن ان تصوره، لان دي شغلانتك، سواء كانت لفريق جماهيري او غير جماهيري، سواء كان لفريق اخطأ او مش مخطئ، انت بتصور كل حاجه ممكن عينيك تشوفها عشان تنقلها للناس، عشان ده شغلك مش عشان بتستفز حد. فكمل زي ما انت، وانا من هنا بنطالب اي مسؤول عن الاعلام سواء في نقابه الصحفيين، سواء كان هو نفسه مقيد او غير مقيد في نقابه الصحفيين، رابطه النقاد الرياضيين، شعبه المصورين الرياضيين، ان هي تتدخل وان هي تحمي العاملين في الاعلام، ان هم بيعملوا شغلهم زي ما احنا بنحاول دايما نحمي اللعيبه ان هم يعملوا شغلهم بدون اي مؤثرات خارجيه. طبعا دي روايه زميلي كرولوس، لكن في الناحيه الثانيه مثلا عمر كمال عبد الواحد اسمه اتقال، وهو لاعب انا احترمه جدا، لو هنحاول نتواصل معاه تاني دلوقتي حالا عشان لو عايز يرد يحكي الواقعه، لانه ما ينفعش ابدا ان حد يشد موبايل من حد. انت ما تنصبش نفسك مسؤول، انت مجرد لاعب بتلعب بتشتغل شغلانتك، ما ينفعش ابدا تدي لنفسك الحق انك تتعدى على اي حد، خصوصا انه بيعمل شغله. لكن مش علشان الصوره دي ممكن تعاقبني فاعاقب، لا، انت تحاسب نفسك على الغلط اللي انت عملته. يعني يا جماعه ما تاخدكمش الشهامه ان دي شهامه، دي مش شهامه خالص، دي حاجه تانية خالص. تمام. طيب عايز اقول لكم على قصه بقى بعيده عن المباراه بس، او في المباراه دي يعني، طبعا كل اللي حصل بعد اللقاء برضو لجنه الانضباط هتناقشه. اتمنى كمان ماتش الزمالك والجونه، لان كنا شفنا فيديوهات اتقالت وكلام ورايح جاي، ان الكلام ده يكون اتحقق فيه او نظر فيه، علشان لو في قرار سواء للزمالك او للجونه يطلع برضو في نفس الامر.